إجابة السؤال 13 في امتحان الوزارة 2024 الاستشهادي لفيزيكس أولى ثانوي. السؤال 13 بيقول If the maximum value of the work done on a body is W. الـ maximum value للـ work done on the body is W. When an object moves in a direction inclined to the direction of the force acting on it at an angle of 60 degree. بيقول ان الورك الاول كان قيمته ماكسيمم، الورك نمبر 1 في الحاله الاولى كانت قيمته ماكسيمم. ماكسيمم يعني ايه؟ يعني الانجل اللي بتوين الفورس والديسبيسمنت، الانجل بينهم بكام؟ بزيرو. الاثنين دايركتد في ذا سيم دايركشن، وفي نفس الايه؟ في نفس الاتجاه، والاثنين سيرف اتش اذر، الاثنين بيخدموا بعض. في الحاله الاولى كان الفورس في الديسبيسمنت في كوزاين ثيتا، وقلنا ان الثيتا بزيرو لان الاثنين مع بعض، فبالتالي اصبح كوزاين ثيتا ب1، يبقى الورك الاول بيساوي اف دي، واللي هو قال عليه انه قيمته دبليو. طيب في الحاله الثانيه الفورس الجسم ماشي بالطريقه دي، لكن الجسم عامل ديسبيسمنت منحرف، حصل ديفيشن في الديسبيسمنت مقداره 60 ديجري. مقداره 60 ديجري. السؤال الورك الجديد هيبقى قيمته بكام؟ خلينا برضو نحط قانون الورك اللي هو الفورس في الديسبيسمنت في كوزاين ثيتا. الفورس هو الفورس والديسبيسمنت هي الديسبيسمنت كفاليو، لكن في بينهم انجل جديده اتعملت اللي هي كوزاين 60. كوزاين 60 بكام؟ بهاف، يبقى هاف اف دي. طب ما انا عندي الاف دي بتساوي دبليو، يبقى هاف دبليو. سهلة.